السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح ناخذ فكرة عن الـ Send Redirect بالـ Servlet. طبعا الـ Send Redirect هو ميثود عائد لمن للـ HTTP Servlet Response انترفيس آخر. ممكن أيضا تاخذ فكرة عنه إذا كتبت For example هذا Dispatcher كان التاسي السابق. مجرد أنه تكتب Send Redirect. اوكي send redirect هي ايضا موجوده من ضمن لاحظ HTTP servlet response اللي هو interface. اوكي هذا الميثود هذا الميثود موجوده بال send اوكي redirect. لاحظ send redirect redirect اوكي هذا send redirect هذا اوكي هذا اللي هو void الميثود void send redirect. الفكره من عنده انه انت ممكن تستخدم هذا الانترفيس وهذا الميثود في داخلها تتعمل redirect لريسورس اخر. هذا ايضا نفس الفكره ممكن انه انت تحولها الى ال html او ممكن تحول المستخدم الى jsp مثلا file او servlet. اوكي ممكن تستخدمهم. طبعا في انت عندك ميثود فورورد وفي عندك السند ريدايركت. يعني خلينا نشوف الفورورد اوكي هنا لا عفوا ساعدوني فورورد اوكي في عندنا احنا اصلا فانكشن في الجافا في عندك السند ريدايركت وفي عندك الفورورد اوكي في عندك ايضا الفورورد وينه ما ظهر ميثود اوكي السيرفلت هذا اللي هو بالريكوست ديسباتشر في عندك ايضا الفورورد لاحظ في عندك ايضا الفورورد. طيب هي الفكرتين نفس الشيء يعني انت في عندك الفورورد اللي احنا اخذناه في الديسباتشر في المثال السابق وفي عندك ايضا السند ريكوست اللي هو درسنا اليوم. الفرق بيناتهم انه انت عندك بالفورورد ميثود الفورورد ميثود بيشتغل بطرف السيرفر الفورورد ميثود بيشتغل بطرف السيرفر السند دايركت بيشتغل بطرف المستخدم. اوكي يعني اليوم اذا احنا اخذنا الفروقات يعني احنا في عندك الفورورد وفي عندك السند الريدايركت. الفورورد بيشتغل بطرف الكلاينت في طرف السيرفر عفوا هذا بيشتغل السند ريدايركت بيشتغل بطرف الكلاينت. بالنسبه للفورورد بيكون الارسال هو نفس الريكوست والريسبونس يعني الريسبونس والريكوست بنفس الوقت حيتم ارسالها لسيرفلت معين. اوكي يعني انت اكيد عندك طلب وعندك الاستجابه لهذا الطلب حيرسلون في نفس الوقت لمن للاوبجكت المعين سواء كان سيرفلت اتش تي ام ال او اي شيء كان اخر. هنا في بالسنتريك ريدايركت هذا دائما يرسل ريكوست جديد. اوكي بيرسل ريكوست جديد. هنا انت عندك في الفورورد فانكشن اللي يعيد للديسباتشر هذا ممكن يشتغل في داخل السيرفر فقط. اوكي هذا ممكن يشتغل في داخل السيرفر وخارجها. اوكي بهيك شكل يعني احنا اخذنا فكره انه اذا اخذنا اكزامبل عليها احنا شفنا الاكزامبل البسيط في اللوجن لاحظنا انه هو بيعمل ريكوست ديسباتشر فورورد المن للريكوست والريسبونس في نفس الوقت بيرسلهم بينما حناخذ السند ريدايركت. بالسند ريدايركت لا مجرد يعمل ريسبونس بمعنى انه هذا كله حيكون بين قوسين السيرفلت مثلا المعين او مثلا اليوزر بروفايل المعين. طبعا احنا لو ناخذ عليها اكزامبل اكيد حيكون عندك انت الفكره واضحه اكثر. طيب خلونا نجرب نشوف التايم 4 minutes خلونا نوقف هنا حتى يكون المثال بدرس خاص واحد صح. طيب خلونا نوقف هنا بما انه احنا اخذنا الفروقات ونكمل الدرس القادم اللي هنا نقول لكم.